منذ سنوات قليلة كانت بعض المقتنيات التكنولوجية حكراً على البيوت الفارهة، أما اليوم فإننا نجد كثيراً منها قد خرج إلى التقاعد، مثل عارض الفيديو هذا الذي تنحى جانباً لصالح شقيقه الصغير بعد أن عجز عن مجاراته لما له من خيارات. بين روبوت يعزف ويغني وآخر يرحب بك، وفرقة من الآليين ترقص بتناسق وليونة، تدرك وأنت تتنقل في أروقة معرض جايتكس 2018 أن الذكاء الاصطناعي أخذ زمام المبادرة وصار ندا للبشر، بل وتفوق عليهم تماما. وما كان خيالا حالما أصبح خياليا واقعا ضمن بحر من التكنولوجيا التي تحاصرك من الميمنة والميسرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العوالم الافتراضية وثلاثية الأبعاد تأتيك بكل ما تريده إلى حيث أنت، من معالم ومدن وشخصيات، حتى الطعام والشراب بات افتراضيا وتستطيع أن تبحر في تفاصيل السلع والأشياء، الأمر الذي غير مفهوم الدعاية وعرض المنتجات وتقبلها لدى المستهلكين في العالم. هذه إعلانات ثلاثية الأبعاد لتقنية الهولوغرام يقدمها للشركات العالمية التي تبحث عن التميز التجاري. مواجهة الفيضانات والحوادث والكوارث الطبيعية والإرهاب في طريقها إلى نقلة نوعية بتسخير التكنولوجيا الحديثة التي تعد بتقليل عدد الضحايا إلى نسب ضئيلة. نظامنا يعتمد على المحاكاة التكنولوجية والتدريب على استخدام هذه التكنولوجيا في التقليل من مخاطر الفيضانات والحوادث والحرائق. نسخرها أم تسخرنا؟ لم يعد الأمر واضحا في العلاقة بيننا وبين التقنيات الفائقة الحداثة، ولكن الأكيد أن جايتكس في نسخه القادمة قد ينظر إلى ما يتم عرضه اليوم على أنه تراث قديم لا يتوافق مع التطور الهائل. كل شيء هنا في معرض جايتكس يجعلنا نتأكد بأننا نحن البشر قد فقدنا السيطرة على هذا العالم تماما، لدرجة أصبحنا نشك بها فيما إذا كنا واقع أم أننا مجرد وهم ابتلعته التكنولوجيا. عبد حليم، إيرام نيوز، دبي.